رحب فيك خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات عامر بشار. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا عامر. بهالحلقة بدنا نحكي عن مواضيع مهمة بتخص أمن مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا مشان نحكي كيف ممكن ننشر محتوى مسؤول بيدعم القضية الفلسطينية. بالبداية خبرنا عن أمن مواقع التواصل الاجتماعي، قد ايه فيها هيك سرية عن عدم تجسس واختراق؟ هلأ إحنا عم نقول عن النشر عن مواقع التواصل الاجتماعي، نحن لازم نحط بعيننا ببالنا كتير اعتبارات، أمان خصوصيتنا والمعلومات الهامة تبعنا وقديش نحن قدرانين نبوح بهي المعلومات. كتير أشخاص فكر أنه أنا إذا بعثت معلومات لشخص معين أو نشرت عن شيء بخصني بشكل شخصي فأنا عم بنشره ضمن الدائرة الخاصة اللي فيني أو دائرة معارفي دائرة أصدقائي. إحنا بدنا ننتبه أو خلينا نطلع أكثر عام من مواقع التواصل الاجتماعي لنروح للإنترنت، نأخذ مبدأ عام وخلينا نتعمق فيه شوي شوي. أوكي. نحن أي داتا حساسة أو أي معلومات حساسة بتخصنا أو ممكن تسبب لنا مشاكل يفضل عدم التعامل معها عن طريق الانترنت، هي بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية، شو قصدك بمعلومات حساسة؟ لأنه أنت عم تقولي هون شيء شخصي. تمام. كيف بتكون صور حساسة؟ شخصية، قد يكون مواضيع مهمة، قد يكون ملفات مهمة، أي شيء بعتبره أنا هذا الشيء بينتهك خصوصيتي أو ممكن حدا يستغله ضدي فهو يعتبر حساس. بس لا أفهم شغلة هون، أنت ما عم تحكي بوستات أو إشي، نحن عم نحكي حتى أي شيء بشكل عام، حتى لو رسائل أو لو شو من كان. بالإنترنت ما في أمان، بس طلعت من عندي فأنا فقدت 90% من أمان المعلومة. متخيل قد ايه بتخوف هالمعلومة لكثير عالم؟ حتى لو أنا عم ببعت لحدا موثوق أو عم ببعت هاي المعلومة لشخص عن طريق مسج أو عن طريق برنامج معين أو موقع معين. مثل ما قلت لك هلا عم ناخذ الدائرة الكبيرة. الدائرة الأصغر اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة واللي هي جزء من الإنترنت. مواقع التواصل الاجتماعي في لها تحكم بالخصوصية، فممكن المعلومات اللي انت عم تطلعيها على صفحتك غير اللي انا عم طلعها على صفحتي بالنسبة للخصوصية. انا لمين الاشخاص اللي سامح انه يشوف هاي المعلومات؟ مين الاشخاص اللي عم ببعث له اياها؟ مين الدائرة اصلا الاشخاص اللي انا عم بتواصل معهم او هن ضمن نطاق التواصل اللي أنا ضمن شبكتي خلينا نقول. فمين هن أصدقائي إذا عم نحكي عن الفيسبوك؟ لمين منشوري موجه؟ هذا كله أنا بتحكم فيه، ولكن المعلومة ستيل هي موجودة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي بغض النظر أنه نحن بنسمع أنه في أمان وصار في خصوصية وصار 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 وصار. المواقع التواصل الاجتماعي مثل غيرها معرضة مثل غيرها من المواقع معرضة للاختراق، ولكن معرضة بشكل أكبر لأنه الناس اللي عم تستخدمه هي ناس عادية قد يكون ما لها ملمة إلمام قوي بأمان المعلومات أو بأمان المواقع هي أو كيف أنا أحمي حالي من هي المواقع. لهيك منشوف نسب الاختراقات عم تصير أكتر، عم نشوف استغلال المعلومات اللي عم تنشر بشكل أكبر، وفي قصص كتير منحكي قصص كتير عن استغلال المعلومات بطريقة سيئة للأشخاص وعم تضر بسلامتهم الشخصية وبسلامة سمعتهم أو بسلامة بياناتهم أو المكان اللي عم يشتغلوا فيه. طب إذا بدنا نحكي عن موضوع مثل ما قلت الاختراقات، كيف ممكن المستخدم يحمي بياناته ويحمي حاله من هالأمر؟ أول شغلة وأهم شغلة نرجع منكررها نفسها، هي المعلومة ما بدي إياها أنا خايف أنه تنتشر أو داتا خايف عليها أنه تستخدم بشكل سيء فأنا بخليه معي ما بطلع عن طريق الإنترنت. إذا نحن بدنا نستخدم الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم نحن يعني طريقة تواصلنا يمكن الوحيدة أحياناً هي عبر الإنترنت، فهون كيف ممكن يحمي حاله؟ طيب رح أعطيك سيناريو ممكن يستخدمه المخترق، في كتير سيناريوهات، رح أعطيك سيناريو منه. أوكي. أنا إذا بدي أوصل لصفحتك خلينا نقول موقع من المواقع التواصل الاجتماعي وأنت بتحكي مع حدا من رفقاتك، أنا ببعت لها بعرفها أنه هي ضعيفة بالتكنولوجي ما عندها إلمام كتير، ببعت لها رابط بسيط بقدر أوصل لصفحتها وبقدر أقرأ المسجات بينك وبينها.
حلل أنا طريقة كلامك أو طريقة أي مجرد فتحي للرابط خلص هو استطاع يدخل. تمام، في كمان إلي كتير أساس وأساليب، ولكن أنا بشوف الطريقة يلي أنتوا عم تحكوا مع بعض فيها، وبرجع بحاكيكي وببعث لك رابط، أنت على أساس ثقة مالك ما رح تفتحي أي رابط مين ما من غريب أو حدا عم يبعث لك أو شفتي أرتيكل معينة مقالة معينة بتفتحي الرابط تبعها، فأنت واثقة برفيقتك اللي هي دائما كل يوم بشكل يومي أنت وياها بتتواصلوا. أوكي. فمباشرة رح تفتحي الرابط رح كون أنا وصلت لحسابك، وصلت للبيانات اللي بدي إياها. عدا عن ذلك أصلا صارت المحادثة بينك وبينها هي موجودة عندي. هي سيناريو من السيناريوهات اللي ممكن يستخدم باختراق المواقع. يعني ممكن أنا ما أوصل للشخص بشكل مباشر لأنه بعرفه هو عنده إلمام بسيط أو إلمام أو عنده إلمام بمواضيع الاختراقات أو كيف بيحمي حاله، بيستخدم شخص موثوق بالنسبة لهذا الشخص بقدر أوصل له. وهذا الرابط نفسه ممكن يوجد على الصفحات؟ طبعاً. يعني عادي أنا طبعاً نحن منشوف بتصفح وبفتح رابط طبعاً. فأنا خلاص ما مر عليك مثلاً بوست اسمه جائزة بلا طبعاً البنك الفلاني يقدم جائزة، مر عليك بوست خليني أقول لك شاهد قبل الحذف أو أنت ظهرت أو أعرف من يراقبك، أو بيستخدم دائماً المخترق أسلوب بنسميه نحن الهندسة الاجتماعية أو السوشيال إنجينيرينج، بيحط عناوين براءة خليني أقول لك أو عناوين بتشد بتخلي الشخص مجذوب لحتى أو بيجذبه لحتى يفتح هذا الرابط، بيقرأ عنه عن اهتماماته شو الشغلات اللي ممكن تخليه ياخد اكشن او ياخد قرار انه يفتح هذا الرابط، بحدد تارجت اودينس. تمام، لكن الاختراق ما بيكون بشكل عشوائي، بيندرس الشخص شو بيحب شو اهتماماته. بنرجع هون للشغلات اللي بننشرها، انا شخص مكشوف على السوشيال ميديا، انا بقدر اقراكي على السوشيال ميديا، ايه بتنشري كل روحاتك، بتنشري كل الاكلات اللي بتحبيها، كل الكتب اللي قريتيها، كل الافلام اللي شفتيها، انا بقدر حلل شخصيتك او اقدر اعرف قديش مستوى التعامل معك رح يكون سهل ولا صعب. بس هاي بياناتي الشخصيه خلينا نقول. المفروض مثلا الشركه نفسها ميتا المسؤوله عن فيسبوك انستغرام هي اللي بتعرف هالبيانات وهالمعلومات، ليش ممكن حدا عادي يقدر يعرف كل هالتفاصيل؟ انت عم تسمحي هل خلينا اول شيء نحكي عن المستوى الشخصي بعدين بنروح للشركه. أوكي. نفسها انت على المستوى الشخصي عم تبوحي بهي المعلومه، فما عادت سريه او انت مخزنتيها ضمن سيرفرات او ضمن شركه ميتا. هي على المستوى الاول. المستوى الثاني ورح اقول لك مثال عليها. المستوى الاول لنفترض قلتي انه انا والله مسافره على شيء بلد وحطيتي على الفيسبوك وشفنا قضايا كثير صارت انه انا مسافره، فانت اعطيتي اشاره انه انا بيتي بهذا الوقت فاضي، فممكن يصير سرقه ضمن بيتك. فانت المعلومات اللي انت عم تطلعيهم بالمستوى الاول انت اللي عم تحددي هي لمين هتكون مكشوفة. النقطة الثانية اللي هي سيرفرات ميتا أو خلينا نقول الشركة هي بتقلك أنه أي محتوى حساس هو مسؤوليتك بالنشر. بصير في تسريب، بصير في اختراقات، بصير في عدم حفظ للداتا. برجع بقلك هي نوع من أنواع الوصول للمعلومات، فما بدي حط أنا المسؤولية على غير يقول هو مسؤول عن الداتا تبعي أو مسؤول عن المعلومات الحساسة الخاص فيني. أنا أولا وأخيرا المسؤول عن المعلومات الحساسة الخاصة فيني، أنا أولا وأخيرا مسؤول عن البيانات اللي أنا ممكن أكون مسؤول عنها ضمن شغلي ضمن عائلتي، وكون حتى عندي مسؤولية تجاه بياناتي والأصدقاء اللي أنا بعرفهم، أني يعني أنا يكون عندي الوعي بهذا المجال. خلينا نرجع لنقطة، مثلا أنا فتحت لينك من هاللينكات. أوكي وأنا تم اختراقي، أنا كيف بعرف؟ أنا فتحته وكملت حياتي وكملت تصفح، أنا كيف ممكن؟ هلأ عادة لشخص ما كتير خبير أو ما بيعرف بيراقب الأحداث أو الشيء اللي عم يصير على المواقع. رسالة إن قريت أنا ما فتحتها، قريتها لقيتها مقروءة، في نشاط خليني أقول نشاط غريب أنا ماني متعودة عليه، دائما أنا فيني أكشفه، دائما صار في بكل المواقع وبكل مواقع التواصل الاجتماعي شوف الجلسات النشطة وين مفتوح هلأ الحساب، إن كان واتساب فيسبوك انستغرام، أنا فيني فوت شوف الأجهزة اللي مفتوح منها أو إذا حدا
عامل وصول من مكان غير اللي أنا واصل منه. فلحتى أكشف هدول الشغلات ممكن لاقي نشاط مشتبه فيه أنا ما عملته، نشاط غريب عم يصير على صفحتي، فهون أنا ببلش الشكوك. ودائما أنا بقول خلي عندك شك نسبة 80% أنك مخترق لحتى تكون غير مخترق. يعني دائما وقت لي أنا بشيك أنه في حدا فايت على حسابي، في حدا فايت على صفحتي، في حدا عم يستخدم الواتساب تبعي، دائما وقت بكون بحالة شك بكون بحالة أنه أنا معلوماتي ما لازم أطلع فيه رح أكون منتبه. اللي الاختراق بيصير او تسريب المعلومات وقت بيكون في احساس بالامان، انت رح تفتحي الرابط وقت بتحسي انه هذا الشخص موثوق، رح تفتحي المقال وقت بتحسيه من جهه موثوقه، بس عم تحسي بهذا الامان هو اللي عم يخليكي تكوني ضحيه لعمليه اختراق. هلا طب شو افضل المواقع او التطبيقات اللي بتتضمن سريه وخصوصيه؟ برجع بقول لك اليوم هو خلينا نقول كفتين ميزان، هي كفتين ميزان. دائما في وهي المواقع بتعملها دائما، دائما في المبرمجين او الناس يلي عم تطور هي التطبيقات وهي المواقع، في بالمقابل لهم الناس بتختبر هي المواقع وبتجرب انه تعمل اختراقات وتمارس عمليات الاختراق وتحاكيها، بتعمل محاكاه لعمليات الاختراق لحتى إذا في شغلات بقلب هي التطبيقات بيخبروا عنها فريق المسؤول عن التطوير لحتى يصلحوها. ولكن هدول الأشخاص وهدول الأشخاص قابل أي تطبيق أو أي موقع إنه يحمل شغلات، وأحياناً بتكون شغلات غير مكتشفة من قبل الفاحصين اللي عم يفحصوها. فلذلك ما في معيار أمان ثابت، هن الموقع عن موقع يختلفوا بعوامل الأمان. ولكن في ناس في مواقع بتدعم حرية التعبير، مواقع بتمارس سياساتها الخاصة بنشر المحتوى. عم نشوف مثلا مثل عم يصير هلا تماما بقضية غزة كيف عم يتقيد المحتوى وكيف عم ينمنع، واحيانا عم يصير في تسكير لبعض الحسابات او مخالفات لبعض الحسابات والمواقع على الانترنت. 100% بالنسبة لهالموضوع مثلا ميتا هي اللي اكثر شيء مقيدة. اكس او تويتر سابقا في اكثر مساحة. بالنسبة للتقييد كيف نحن فينا نتحايل عليهم نستخدمه لنحن نستفاد وننشر قد ما فينا عن القضية؟ رح قلك كيف بيعملوا هني وشوي عن كيف نحن بنتحايل عليهم. متى ما عرفنا المبدأ نحن بنقدر نتحايل على الموضوع. هلا ما في حدا بيقدر يعرف شو الكلمات اللي هي ممنوعه من النشر او عم ينعمل عليها فلتر. كل يوم بينعمل ابديت وكل يوم تحديث لها هي الليسته. لنفترض اليوم في 10000 كلمه، بكره رح يصيروا 10200 كلمه. بس كيف فينا نعرف شو هن الكلمات؟ رح اقول لك شو المبدا اللي هن بيشتغلوا عليه. والاهم من الكلمات، نحن بنفكر الكلمات هي الشغله الوحيده اللي قابل انه يدور عليها. رح بلش بطريقه عكسيه، فيديو وصور. نحن رح ننشر صوره، هي الصوره اذا انا اخذتها من عندك الى بنسميها هاش او الى بصمه. هن بياخذوا هي الصوره بيشوفوا بصمتها وبيحجبوا بصمتها، فمباشره اي حدا بينزل هي الصوره رح يصير في تطابق بين البصمه هي الصوره والبصمه اللي هن عاملين لها حظر، فرح تمنع مباشرة. شو بعمل أنا؟ بقدر غير ببصمة الصورة أو غير ببصمة الفيديو عن طريق أني عدل بالمعلومات اللي فيها، ضيف عليها خليني أقول لك سمايل، أبسط تعبير، ممكن نضيف إيموجيز أو تفاصيل صغيرة على الصورة. تمام، تفاصيل صغيرة على الصورة. غير بمعلومات اللي موجودة بالصورة، خليني أقول لك بالاسم، بالمعلومات اللي هي بتحتوي للصورة، هيك بكون عم بعطي تغيير عن الهاش الأصلي للصورة، فبصير تطابقها بصير بشكل صعوبة أكبر. ما عم أقول إنه أنا ما رح يقدروا يلاقوها، في أدوات بتقدر تكشف هذا الموضوع، ولكن بصير الموضوع بشكل أصعب. الفيديو نفس الشيء، نفس الحكي، لازم غير فيه، بغير طريقة. يعني نحكي أوديو كمان، يعني تمام. صوت وصوره، هلا عم نحكي فيديو كفيديو صوره عم تتحرك. بغير بشكلها بحجمها، بحط معها شيء على الفيديو. بقدر هيك كون شوهت خليني اقول لك البصمه تبعها. الاوديو بدي اضيف صوت عليه او اقطعه بطريقه معينه بحيث ما يقدر
يصير في تطابق. يعني خليني اقول انه انا عندي في صوره شفافه وعم حط عليها الصوره عم بشوف هي في تطابق فمنع، ما في تطابق مرة. هي بالمرحله الاولى، ونحن بنكون اخذين بعين الاعتبار الكتابه اللي عم نكتبها. الكتابه اي شيء بيراودني شك انه هو ممكن ينحجب او يكون في عليه فلتر. مثلا نحن عم نحكي هلا عن غزه، فتلقائيا او من الطبيعي تكون كلمه غزه هي المفتاح الاول، كلمه اسرائيل، كلمه فلسطين، كلمه قصف، كلمه حماس، كل الكلمات حيكونوا تمام كلمات مفتاحيه. يفضل انا اعمل ميكس مثلا بين العربي والانجليزي، او اطش الحروف، او مثلا اكتبها كل مره بطريقه. فنحن نحاول حتى بالبوست اللي عم نكتب الكلمات اللي عم نكتبها ما نكررها. ولنفترض كتبنا كلمه حماس او فلسطين، حطينا حرف الاتش بالانجلش والكلمه بالعربي، اذا مكرر معي بالكتابه اكثر من مره انا كل مره اكتبها بطريقه معينه كمان بتحد اذا تكررت. تماما، لان اليوم صار في تولز وصار في عندهم خوارزميات كثير قويه عم يقدروا يكشفوا هي القصص. ولكن نحن غايتنا اذا عم نقول نحن نوصل رساله او نوصل صوتنا عن طريق السوشيال ميديا، على القليله بنكون عملنا شيء اللي نحن اصلا حاطينه ببالنا او هو هدف لنا. يعني اليوم هلا اي حدا بده يعمل فيديو بده يعتبر اي صوره بتخص فلسطين انه هو لازم يضيف عليها لحتى يقدر يلعب على خوارزميه السوشيال ميديا. طب اذا بدنا نعتبر انه مثلا في اشخاص اليوم يمكن ما عندها فولورز، ما عندها المتابعين، بس هي عندها شيء تقوله، عندها شيء بدها توصله، كيف ممكن تضمن وصول هالمحتوى للي عم يستهدفوه؟ يعني هلا لك هي شق، يعني سلاح ذو حدين. يعني اليوم الهاشتاج او الكلمات المفتاحيه هي اللي كانت توصل قديش في عدد المتكلمين عن هي الكلمه. ولنقل دمشق. دمشق، هاشتاج دمشق، قديش عدد العالم اللي عم تحكي فيه؟ الهاشتاج مختلفه عن استخدام المفرده. يعني انت كنا هلا عم نحكي انه ما بدنا نكتب كلمات معينه، حتى هي عم تتفلتر. حتى هي عم تتفلتر، لهيك عم اقول لك هي اذا بدنا نستخدمها ممكن تستخدم ضدنا او تكون سبب بفلتره او تخفيف الوصول من مواقع التواصل. فهي عم نعبر عن راينا، عم نعبر عن شيء مفيد، هو بظن بيعمل ضجه بالسوشيال ميديا، وهذا نحن الشيء اللي بدنا نعمله. ولكن مدى توافقنا مع الفلاتر او مع الخوارزميات اللي عم تتغير بشكل يومي عم تكون، هو شوي صعب لمستخدم عادي انه يقدر يلم فيها. شو ممكن يقدر يعمل حتى هو الى نسبه ما يضمن انه يوصل شوي الريتش؟ لا هلا رح اقول لك شو انا بحكي عن نفسي، او مثلا بقول انا المحتوى اللي، خليني اقول لك اي شخص يقول انا المحتوى تبعي وين رح ياثر، مين التارجت تبعي، مين رح يشوف البوست، مين رح اثر فيه، اوكي هل تعبير عن رايي رح ينقلب عكسي ضدي على المواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني هي بترجع شيء نسبي، خليني اقول لك نسبيا. يعني صح اني اعبر، صح اني اذا بدي اعبر غير قدر الامكان بالمحتوى اللي انا عم نشوفه او اللي عم بنشره، بدي انتبه كثير منيح، اهم من التعبير واهم من طريقه الكتابه المنشور هو مصدر البوست او مصدر الشيء اللي انا بدي انشره. نحن تمام هون ما بدنا نوقع بفخ اللي هو كون انا وسيله ببث معلومه كاذبه، او كون انا السبب بنشر اشاعه، او كون انا السبب بنشر حتى روابط خبيثه، او كون عم ننزل تطبيقات سيئه. فاليوم انا بدي انتبه كثير منيح اذا انا متلقي من وين جايب المعلومه، حتى لو شفتها على صفحتك لازم اتحقق من المعلومه من وين جايه وشو صحتها. اليوم باستخدام الذكاء الصناعي، بوجود امكانيات او اساليب التزييف العميق، يعني باول ما بلشت تماما العدوان الاسرائيلي انتشرت صوره نعم لطفل ميت، ولكن هو صحفي امريكي كشف انه هو كلب. نعم. تم استخدام الذكاء الاصطناعي. الشخص العادي اللي ما له مختص، هو هون كيف ممكن يعني، او شو كيف انا بدي اعرف انه هي معلومه صح او غلط؟
الأول شيء المصدر اللي أنا عم باخذ منه المعلومة، هل هو مصدر موثوق؟ ما عاد في هلا مصادر موثوقة. شكراً. كل السوشيال ميديا عم. معناها أنا ببحث عن المصدر، ببحث عن مصدر المعلومة، هي أهم شيء. أنا إذا شخص عادي وحابب أنشر وعبر عن رأيي وأنا في شيء مضايقني وحسيت إنه لازم أحكي فيه، لازم أي معلومة عم تجيني أتأكد منها، أتأكد من المصدر تبعها، مين الشخص اللي عم ينشرها، هل هي صحيحة أو لا، تتضمن رابط أو ما تتضمن رابط. فهدول كل القصص بدي أخذ بعين الاعتبار. ولنفترض، خلينا نأخذ أبسط سيناريو، لقيت صورة على صفحتك ناشرتي منتشرة بكثير صفحات، في نوع من المحتوى محتوى فيروسي بيكون هو منتشر كثير لحتى يعمل تضليل، فأنت بتصيري بتشكي بأي معلومة بتصلك، وفي ناس بتستخدم هذا الأسلوب لحتى تشككك بحتى معتقداتك الأساسية. فأنت أنا بغلطك بطلع بمغالطات، بس معلومة غلط وبخليها تنتشر وبعدين بأثبت أنه هي غلط، فأنا بصير بشككك بالمعلومات اللي عم تصلك. فأنا حتى ما أكون وسيلة لحتى أنشر هذا النوع من البوستات أو المنشورات، بتأكد من صفحة بتأكد من صفحة من مصدر المنشور. اثنين، مو أي منشور أنا شفته بيتكلم هلأ رح نشوف كتير، وعم نشوف كتير اختراقات عم تصير من وراء منشورات عم تحكي عن القضية الفلسطينية أو عم تحكي عن شيء اللي عم يصير بغزة. فأنا بنتبه مو أي شيء متضامن معه وأنا متعاطف معه هو آمن أو هو شيء بقدر استخدمه أو بقدر أعيد نشره. بدي أتأكد من المعلومة، بأخذ الصورة، إذا عم نقول صورة بأخذ الصورة، صورة فيني أفتح جوجل وأعمل سيرش عن هاي الصورة، برفع له هاي الصورة، بروح على خانة الصور وبرفع له هاي الصورة، بشوف مصدر الأساسي للصورة من وين جاي. فالمصدر الأساسي بده يكون منزلها بأول تاريخ وبأعلى دقة أو أعلى كواليتي، هون أنا بعرف هاي المصدر تبع الصورة من وين جاي. اثنين، أنا بفتح اللينك، إذا لقيت لينك لمقالة أو ل بوست نازل أو في شيء تصويت whatever شو كان نوع المقال، أنا بأخذه كمان بقدر أعمل بجوجل بحث بسيط، فحص الروابط، بعمل كوبي لهذا الرابط قبل ما أفتحه، بعمل له نسخ وبحط الرابط بهذا المكان، وهو بيقول لي إذا هو دايركت عم ياخذني على المكان الصح ولا عم ياخذني على مكان بالأول بعدين عم ياخذني للمكان الصح، أو هو بالأساس رابط ملغوم أو في من وراء برمجية خبيثة رح تستخدم لاختراقي. بينتبه على ثلاث مواضيع، وبعدين أنا ساعتها بقدر أنشر اللي بدي إياه مثل ما قلنا باستخدام تكنيك أني أنا أقدر أغير شوي بالكلمات أو بالصور. طيب بالنسبة لتطبيقات الأندرويد، تطبيقات الآيفون اللي ممكن عن طريقها أيضا يكون في اختراقات، شو هي المخاطر اللي بتواجه المستخدم بهي الحالة؟ هلا كل فترة بنسمع انه في تطبيقات هدول اكتشفوا فيهم ثغرات، اكتشفوا انه هي بتعمل تسريبات او فيها حفظ للداتا، بتم تسرق الداتا من المستخدمين. فدائما انا بقول ان كنا شو ما كان عم نستخدم التطبيق، شو ما كان نوعه، فيسبوك، واتساب، اي تطبيق شو ما كان، انا نزله من مكانه الرسمي، من المصدر الرسمي، من المتجر الرسمي، بيكون قدر الامكان انا خففت 50% من خطر انه يكون هذا البرنامج عم يستخدم لاختراقي. اذا احكي بسوريا يمكن المعظم ما بينزل، المعظم بيبعتوا البرامج من بعض وخلص، وبعت لي عن طريق البلوتوث الابلكيشن وبينزل التطبيق وكل الامور 100%. فيني ابعت لك تطبيق هو فيسبوك وتنزلي وفيسبوك وتفتحي فيسبوك وتشتغلي فيسبوك، ولكن بكون أنا أثناء التثبيت خليت برنامج تاني ينزل ويتثبت عندك، وصرت أقدر أوصل لجهازك بكل معلوماته، للكاميرا، للموقع، للمكالمات، لكل شيء. فبدي انتبه أول شيء إذا عم نحكي تطبيقات، التطبيق نزله من مصدره الرئيسي، انتبه أثناء تثبيت التطبيق بيقول لي هذا التطبيق شو السماحيات أو شو الصلاحيات اللي هو بدي أخذها، بده يوصل للميكروفون، بده يوصل للكاميرا. تطبيق انا ما في داعي انه هو تطبيق مثلا لاداره الاسماء، شو في له داعي يوصل للميكروفون؟ فانا بربط الصلاحيات ببعضها، فهو ما له شغل يوصل للميكروفون، فانا بقدر حلل انه هذا ممكن يكون عم يتجسس علي. بنتبه تمام للصلاحيات اللي انا بدي اعطيها للتطبيق، هل هو التطبيق عم يشتغل بالخلفيه او لا،
انا مسكره للتطبيق، بس لقيت انه هذا التطبيق عم يشتغل وفي بيانات عم تنرسل وتستقبل عن طريق التطبيق. فانا بدي اكون كثير حذر بالنسبه للتطبيقات. برجع بقول ما في تطبيق امن، ما في امان على الداتا بوجود الانترنت. طالما انا عم حط بياناتي على الانترنت فانا ان كان تطبيق ولا موقع او سوشيال ميديا فمعرض للاختراق او السرقه. طب اذا على كمبيوتري انا نعتبر شو الشيء اللي انا ممكن يخليني اوصل لاعلى درجات الامان؟ رح لك خطوات على الكمبيوتر تقدري بالتالي تحميني حتى لو نزلت مثلا برنامج ممكن. رح لك شو الخطوات اللي ممكن تحمي حالك فيها وتكوني اقل عرضه للاختراق. اذا انا حطيت بالمرحله الاولى امان معلوماتي، ما انشر الامان، ما انشر معلومات على السوشيال ميديا او على المواقع بتهمني، قد تكون هي المعلومات موجودة على جهازي. فأنا أول خطوة بعملها أني نزل برامج للحماية من الفيروسات والاختراقات. يكون هذا البرنامج كمان بدي انتبه شو البرنامج عم نزل. كمان بدي انتبه شو البرنامج. هذا البرنامج ما بيكفي أني أنا نزله وبس. هي البرامج دائما تخضع لتحديث شبه يومي. ميزة هي التحديث أو الغرض من هذا التحديث أنه هو يحدث قوائم الاحتمالات والاختراق بالنسبة له، قوائم الفيروسات البرمجية الفيروس تكون بشكل جديد بطريقة جديدة. فدائما أنا لازم أكون بعد ما نزلت تطبيق موثوق، وغالبا اللي بيكون موثوق هو بيكون مدفوع. دائما أعمل تحديث بحال ما أنا مدفوع بدنا تطبيق موثوق. رح أقول لك شو دائما التطبيقات ما في شيء مجاني على الانترنت، هي لانه يعني كمان حطها بعين الاعتبار. اليوم السوشيال ميديا ومواقع السوشيال ميديا هي عم تقدم لي هذا الشيء مقابل المعلومات اللي انا عم بقدم لها اياها، مقابل نشاطي. هي المعلومات والبيانات اللي عم تاخذها هي عم تبيعها مواقع التواصل الاجتماعي لشركات. ولنفترض انت مهتمه بالتجهيزات الالكترونيه، ف في شركة تجهيزات إلكترونية حابة تعمل إعلان، فمن الطبيعي إنه يطلع الإعلان لإلك. أنا بهتم بالرياضة والألبسة الرياضية وال أمرانة تدرسني يعني. تمام. أنت سلوكك على الاستخدام، سلوك استخدامك لمواقع التواصل الاجتماعي مدروس، اهتماماتك مأخوذ بعين الاعتبار، وهذا كلياته عم ينباع لحتى يوصلوا بالإعلانات للأشخاص المستهدفين. يعني أنا كشركة ألبسة رياضية أكيد ما رح أستهدف شخص مهتم بـ 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 بالأجهزة الإلكترونية أو مهتم بالسياحة أو مهتم بشيء غير الاهتمام الرياضة. فهيك أنا عم بقدر أوصل الإعلان للشخص الصح. فبنرجع لموضوعنا، بنقول إنه نحن ما في شيء مجاني مطلق. إذا ما أنا عم بدفع حق السلعة فممكن تكون أنا أو معلوماتي هي السلعة. فاليوم هي موضوع شوي معقد. لا خليني روح لشيء آمن وأنا دافع حقه وعرفان أنه هذا موثوق، بيكون أريح لي لقدام. لأنه حقيقة الشركة اللي عم تنتج أو عم تطلع هاي البرمجيات هي لازم يكون في لها وارد. فإذا عم تقدم لي شيء مجاني وين الوارد صفي؟ الوارد هي المعلومات أو البيانات أو سلوكي اللي أنا عم أطلع فيه على الإنترنت. فنزلنا الموقع، نزلنا البرنامج، برنامج الحماية، عملنا له تحديث، متصفح آمن، ما استخدم أي متصفح ما أنا معروف، بلس زائد أني أنا استخدم VPN. والVPN بيعمل لي تشفير للبيانات اللي هي طالعة من على جهازي. بالنسبة للVPN موقعنا الجغرافي بيلعب كمان قد بيتقيد المحتوى. نعم. صح وبيحدد. صح. صح. نحن نستخدم اليوم الفي بي ان لانه بالنسبه للعقوبات ليفتح المواقع المحجوبه عنا بسوريا. قد ايه هذا الشيء بيفيد؟ هو الغرض الرئيسي للفي بي ان مو لحتى اكسر المكان اللي انا موجود فيه. اذا بدنا ناخذ الغرض الرئيسي للفي بي ان هو تشفير البيانات اللي عم تطلع. يعني لنفترض انا عم ببعث بيانات مني لموقع، ممكن يكون في شخص بالنص عم يسحب مني المعلومات، قاعد عم يتنصت على المعلومات اللي عم تمر، فبيقدر يحللها وياخذ منها اللي بده اياه قبل ما توصل لوجهتها الاساسيه. فلهيك صرنا عم نشوف او عم نسمع بمصطلح end to end encryption او مشفره بين الطرفين. عم نشوفها على الواتساب انه هي مشفره بين الطرفين.
فانا وقت بستخدم الفي بي ان بكون عم شفر الداتا اللي عم تطلع من عندي، عم تطلع بشكل مشفر للموقع اللي انا بدي ابعته. فاي شخص رح يكون بالنص بيني وبينه او بالطريق يلي انا رح تروح فيه المعلومه تبعي رح يكون بشكل مشفر، رح يصعب عليه حتى لو عمل تنصت على الداتا او قدر يجمع هاي الداتا، رح يكون بالنسبه له غير مفهومه ومشفره. فهي الغرض الاول من الفي بي ان، واللي هو بيعمل لي طبقه امان اضافيه بعد الطبقات اللي حكينا عليها، انه انا بعد ما فات الاتصال وطلع الاتصال من هي النقطه، مو فكره انا وين ما كنت متواجه، هو الفي بي ان جيد. الفي بي ان جيد طبعا، جيد وبيشفر لي الاتصال. طبعا ما عم نقول، بنرجع بنقول مجاني يلي بيكون مدفوع، لانه بيكون يا اما الفي بي ان عم نشوف بيطلع لنا اعلانات، فهو عم ياخذ مقابل هاي الاعلانات اللي عم تصلني، لهيك هو عم يقدم لي في بي ان مجاني، او عم يكون نشاطي او معلوماتي هي السلاح، هي صارت عندي تماما. فاحيانا انا عم بطلع من قيود انا عم بطلع من قيود مفروضه علي مثلا بعقوبات، ولكن عم اقدم لهم البيانات او الداتا او السلوك استخدامي على الانترنت على طبق من ذهب. هننتقل شوي عن موضوع المحتوى والمواقع. اذا بدنا نحكي عن الباك اب والباسورد ونسخ الاي كلاود، كيف ممكن هون هاي الاشياء كيف بنتم ترجيعها اذا فقدناها؟ خلينا اول شيء نحكي عن الداتا بشكل عام، اوكي، ونوع من انواع الاختراقات او سرقه الداتا او تغيير شكلها. يعني عم نشوف نحن نوع من انواع الاختراق عم يكون هو لا سرقه داتا ولا مثلا وصول لحساب معين، عم يكون تشفير الداتا، تغيير شكلها. فانا ما عاد اقدر اوصل للداتا تبعي، انا بدي افتح ملفاتي صارت بشكل مشفر وصار الوصول لها بشكل كتير صعب. هي نوع من انواع الاختراقات او نوع من انواع الوصول الغير الشرعي للداتا. فانا لحتى احمي الملفات تبعي او احمي الملفات الخاصه فيني ان كانت على الكمبيوتر او على الموبايل، فيفضل انا اعمل لها نسخ احتياطي. النسخ الاحتياطي ممكن يكون له عده اشكال او عده طرق. في ناس بتعمل نسخ احتياطي بشكل يومي اللي بنسميه ديلي باك اب. انا كل يوم الملفات اللي بتخصني انا بعمل لها نسخ احتياطي. في ناس كل اسبوع، في ناس كل شهر، حسب مدى تغيير الداتا تبعي. انا كل يوم بيتغير على الداتا تبعي، فانا كل يوم لازم اعمل باك اب او لازم اعمل نسخ احتياطي. كل اسبوع عندي تغيير فبعمله بشكل اسبوعي. يفضل انا وقت اللي اعمل نسخ احتياطي ما اعمل على نفس المكان يلي موجوده عليه الداتا. لنفترض نحن عم نحكي عن كمبيوتر، انا ما اعمل على نفس الهارد او مثلا على نفس السواقه، ما اعمل على سواقه ثانيه نفس الهارد. لنفترض اذا انتزعت فخلص تماما، انا بدي احط ببالي عده احتمالات، وصول غير مشروع او تلف فيزيائي تمام، او تلف فيزيائي او وصول فيزيائي. يعني رح اقول لك كيف انتزع الجهاز اللابتوب تبعي عليه كل الداتا وانتزع، انسرق، فانا هيك عرضت كل شيء داتا للضياع. ممكن يكون احترق، ممكن يكون عطل، ممكن يكون صار في اي تلف باجزاءه، فممكن بالهارد خليني اقول لك بالشكل الحصري فرح يكون الداتا خسرتها. فلهيك انا بعمل باك اب بشكل منفصل فيزيائيا بمكان منفصل. حتى لو انا حاطط اللابتوب بشنتايتي مثلا وحاطط فيه الهارد اللي عامل عليه باك اب، ممكن تضيع الشنطه فانا اكون خسرت الباك اب. الاي كلاود او غيرها من المواقع اللي هي بتعمل لنا خدمه الباك اب، هي عم تقدم لي خدمه اني انا اقدر انسخ ملفاتي بمكان موجود دائما. حاجه له بدي انتبه ان كانت اي كلاود ولا اي مواقع ثانيه هي عم تستخدم او عم تعطيني خدمه النسخ الاحتياطي او التخزين السحابي، خلينا نقول اني انا انتبه المعلومات اللي انا عم استخدمها، معلومات تسجيل الدخول، هي امنه وما انا قابله لحاله الاي كلاود، لا تعتبر امنه كلاود او الدروب بوكس او مثلا خليني اقول لك وان درايف، اي خدمه عم تعطيني هي هذول يعتبروا امنين. برجع بقول لك الامان له حالتين، اذا انا اعطيكي الايميل تبعي
وانت بتقدري تعملي وصول للايميل، فهو ما عاد دخل الاي كلاود اذا امن او لا. اذا انا تليفوني بايدك دائما ورافع على الاي كلاود، شو من كانت نوع التشفير اللي عم تستخدمه الاي كلاود للبيانات تبعي، اصلا انا حاطط البيانات بين ايديك، فيتفاوتوا بالامان. برجع بقول لك يتفاوتوا بالامان. اذا داتا حساسه دائما بنقول شفنا موقع مثل ياهو تم اختراقه وتسريب بيانات والايميلات مع الباسوردات كامله. تخيلي اذا انا عم بستخدم بريدي الياهو لفوت على الفيسبوك، لفوت على ال نحن بنستخدم ايميل بنفوت فيه على إيميل كل المنصات، الباسورد وحده بعض الاحيان. فانا بدي انتبه هون انه ايميلي ما يكون مستخدم لكل المواقع التواصل الاجتماعي، وما يكون نفس الايميل هو استرداد للايميل البديل. صحيح. يعني لنفترض ياهو انا عامله استرداد للجيميل، فانا اذا بدي اوصل للجيميل بكفي اني اعرف الياهو، فتسريب واحد كان كافي انه يوقع كل حساباتك والمواقع اللي انت فيها. اول شيء انتبه، انا الايميل تبعي ما حدا يعرفه اللي انا عم استخدمه على مواقع التواصل الاجتماعي. ثاني شيء ما استخدم نفس الباسورد بكل الحسابات، ولا يكون في رتم قابل للتوقع، لانه اذا اخترق ايميلي فهو حيتنبأ كل مواقع. اذا انا عرفت باسورد لك وحده، فبيفيني احط احتمالات شو انت ممكن تستخدميه، فبعمل شيء اسمه ديكشنري، وبصير في احتمالات انا ولد كلمات السر ومحاولات لتوليد كلمات السر، بقدر اتنبأ شو ممكن تكون الباسورد. ونفترض انت عم تحطي مواليد مع اسم، عم تحطي رتم معين من الكلمات السر، فيفضل استخدم كلمة سر قوية وغير مستخدمة بمواقع ثانية. هلأ راجع غير كل شيء أنا. تمام. نفس الباسورد نفس الإيميل. أكيد. استخدم هلأ صار في شيء اسمه تو فاكتور اوثنتيكيشن أو المصادقة الثنائية. حتى لو أنا معي الإيميل تبعك كل باسورد ما بيكفي لحتى أني سجل دخول، لازم يصير في شيء اسمه مصادقة ثنائية عن طريق مثلاً رسالة SMS بتجيكي على موبايلك، أو في برامج بتولد لي رموز كل 30 ثانية رمز أنا بفتحهم، أو عن طريق هاردوير مثلا فلاشة حاططها بشكل مفاتيحي، أنا إذا ما كنت حاططها بجهازي ما بيفتح، فبالتالي ما بيقدر حدا. فبالتالي أنا كون حطيت طبقة جديدة من الأمان. بدنا ننتبه عن كل هدول القصص، ما منقول شخص موثوق او شخص والله في فلان بيعرف بس الباسوردات فبعطيه، شخص هو مسؤول عن هاي القصص، لا انا مسؤول عن باسورد الخاصه فيني، انا دائما بحطها بايدي، ما بخلي حدا شخص ثاني تكون موجوده معه. بنتبه دائما وقت اللي عم بكتب الباسورد ما يكون حدا مراقبني، ما يكون بمكان موجود في كاميرا، ما يكون مكان موجود في مكان عم يقدر يربط حركة أصابيعي مثلا لخليني لك باسورد تسجيل الدخول أو المكان اللي أنا عم حط فيه الباسورد. بهدول القصص أنا بكون كتير حميت حالي فيهم قدر الإمكان. أنا بقول في شغلات ماني منتبه عليها، فعل المصادقة الثنائية، احمي إيميلك بعدة عوامل أمان، ما تخلي الوصول أو الدخول تسجيل الدخول سهل. هذا الحكي رح ينعكس علينا انه يا الله انا رح يصير عندي كتير كلمات سر، ورح يصير في عندي كتير لخبطة او ممكن ضياعات. ما تحط كلمة السر بنفس المكان، نحن بيحطوه بنفس المكان، بحطها على الموبايل، فاذا سكر الموبايل سكر معه. تمام. بحطها على سطح المكتب بسميها باسورد او بسيبها بالنوت اذا كانت على تليفونه، لا حطها بمكان منفصل مثل ما قلنا بعيد، ما حدا يقدر يوصل لغيري في حال لا سمح الله نسيت اي باسورد من الباسوردات بقدر ارجع له. في برنامج يستخدم وانا بنصح فيه بيخزن هي الباسوردات، بيعمل لي ماستر باسورد، بيخزن باسورد وحده بفوت فيها عن طريق وصمه او عن طريق دائما بفعل فيها المصادقه الثنائيه، بيحفظ لي هي الباسوردات. في نسبه امان عاليه، في نسبه امان، لانه انا هي الباسوردات ليوصل لها هو مشفرة أصلاً ومخزنة بطريقة مشفرة، ولا أوصل لإلها بدي المصادقة الثنائية، وفيها كتير مراحل حتى أقدر أوصل لهي الباسوردات. ففيكي أنا عم أقول مثل خزنة موثوقة لحتى خزن هي الباسوردات، مثل في ون باسورد، في باس شير أعتقد، في بعض الخدمات أو البرنامج برامج التطبيقات
بتقدم لي هي الخدمه. طب وبالنسبه كمان للهاردات مثل ما عم تقلي او حتى الكمبيوترات القديمه يعني كل شيء قديم نفس السهوله بيتم استرجاع المعلومه ولا بيصير مختلف اذا شيء كثير قديم؟ رح اقول لك شيء اذا انا بدي بعرف انه كانت في معلومات على هذا الهارد وبدي ما ترجع بفضل اتلفه بشكل يعني يدمر ينمح ما بكفي ديليتينج؟ ما بكفي ديليت اتلف اتلف اكسور اسقبه احرقه بهذا الشكل انا بكون غير قادر على استرجاع البيانات مجرد ما تكتبت البيانات على الهارد فهو قابل للاسترجاع في مستويات متقدمه من طرق الاسترجاع وفي مستويات بسيطه او برمجيات نحن بنقدر نوصلها بتكون بتقدر ترجع لنا بيانات ما بنقول نحن احيانا بنشوف من فلاشة حجمها 16 جيجا عم يكون عم نرجع بيانات تقريبا ما يقارب ال 100 جيجا فاليوم البيانات او الداتا قابله للاسترجاع مهما كانت مدتها او مهما كانت قد ما كانت قديمه فانا ممكن في طرق فينا نتلاعب فيها لحتى صعب الموضوع لاسترجاع البيانات هي غير شكل البيانات مثلا كيف نغير شكل البيانات مستند نصي انا بسميه بلاحقه صوره فصار يفهمه البرامج او تفهمه البرامج انه هو صوره انا غير لاحقتها فهي عم تتغير بشكلها فوقت بدي استرجعها عم يسترجع لي مستند نصي ما انه عم بفهم بفتحه ما انه مفهوم فانا غيرت بشكل الداتا ما عاد اقدر استرجعها او حتى وقت استرجعتها ما رح تفتح بطريقه صح اثنين في شيء بيتسمى حذف عميق اللي هو بيحذف وبيرد بيكتب على نفس المكان طبقة تانية وثالثة وبيرد بيحذف وبيمسح فهيك بتكون أنا عملت يعني ممكن صعوبة يعني يحذفه بشكل كامل؟ لا كمان أنا عم صعب قدر الإمكان على أنك تسترجع تمام ولكن في برامج وفي ناس خبراء وفي تجهيزات بتكون كتير قدرانة تسحب هي الداتا وتعمل لها استرجاع اليوم الداتا الخاصة فيني أنا بغير شكلها وبحذفها طب مثلا اللي بيستخدم برامج مثل ما قلنا بينزل مواقع لحتى يسترجع البيانات هي كمان بتضر بياناته شيء ممكن هي المواقع اذا ما انا مدفوعه او غيره لا طالما الموضوع عم يكون ضمن ما عم يكون اونلاين يعني العمليه كلياتها عم تصير على جهازي ما عم تصير بعد جهازي يعني ما عم يطلع معلومه بعد جهازي خلينا نحطها بتشبيه بسيط بفهمها أنا بأسقطها على برنامج على تطبيق على موقع شو من كان أنا في عندي دائرة استخدام وين عم يكون استخدامي لهذا التطبيق استخدامي ضمن الجهاز ما عم يطلب اتصال بالإنترنت ولا لازم يكون أونلاين لحتى استخدمه فأنا ولا عم يفتح لي موقع ويقول لي ارفع عليه ملفات وعم استنى على الإنترنت أوكي معناته هون بتضل بياناتي على الجهاز تمام هو بيقول لي التطبيقات الاسترجاع بتقول لي وصل جهاز ثاني لحتى انا الشيء اللي عم استرجع لك اياه او مساحه تخزين ثانيه اقدر احط لك اياهم على المكان الثاني الشغلات اللي بلاقي لك اياهم ف كامان وقلت امان يعني هي القصه مين اللي رح يسترجع الداتا انا رح استرجع الداتا تبعي ولا هل الجهاز رح اعطيه لحدا ثاني ممكن هذا الحدا يوصل للبيانات يعمل استرجاع لجهازتي هيك بقول انت بس هون عم تحكي سواء هاردات كمبيوترات موبايلات كل شيء شي. يعني انا اي شيء الي وحبيت اعطيه لحدا ما فيني نعم فلاش كمبيوتر هارد أي لابتوب شي. موبايل ايفون اندرويد اي شيء اليوم دائما بقول جهازك القديم بدك تعطيه لحدا فك الهارد منه اوكي بدل الهارد واعطيه لحدا بدك تبيعه بدل الهارد وبيعه نفس الشيء اي وسيله تخزين هي قابله للاسترجاع تتفاوت قديش الصعوبه والسهوله ومدى خبره الشخص تماما ولكن قابله للاسترجاع دائما لازم يكون الوعي برجع بركز عليه بكل كلامي دائما بقول الوعي تجاه استخدام الانترنت واستخدام البيانات والتعامل مع التطبيقات ومع مواقع التواصل الاجتماعي طالما انا في عندي وعي لأساليب اللي ممكن يفوت علي فيها الحرامي فبقدر أحمي حالي فيها فدائما يكون وعي بهدول
الوعي الأمني خليني أقول لك أو أمن المعلومات هو سلاحي الأول، لأنه هذا الشيء قابل للتحديث والأدوات تبعه والأساليب تبعه عم تتطور كل يوم عن يوم. فسلاحي اللي قبل كل البرامج وقبل كل المواقع هو الوعي، الوعي باستخدام الإنترنت، ما استخدم شبكات ما بعرفها في مكان عام لقيت شبكة مفتوحة اتصل فيها، أي شيء مريب. لا هي نعم أي شيء مريب. شو يعني إذا كنت بمكان عام يعني ما استخدم؟ أنا بمطار بمطعم لقيت شبكة مفتوحة أو بالطريق لقيت شبكة مفتوحة ما أشبك عليها، شو هيصير إذا شبكت عليها؟ رح يكون عم أقدم له كل تمام اللي أنا عم بتصل فيه أو عم بتبادله عن طريق الإنترنت لهذا الشخص اللي هو مركز هاي الشبكة. كمان كنت عم أقول طبعاً هاي مختلفة عن حالة الهوت سبوت ولا يعني هو هوت سبوت هو مبدأ ممكن نعمل هذا الهوت سبوت لحتى يعطيك تصب عنده الداتا ويرجع هو يغيرها أو يسحب منها ويعمل لها كوبي ويرجع يبعتها للمكان اللي كنت المفروض تبعتي له إياه. المواقع المفتوحة الشبكات المفتوحة ما بصير أنا استخدمها. بدي انتبه أي شيء مريب بعد عنه، طلع لي شغلة شكيت فيها دائما حط الشك ببالي. أنا فايت على شبكة، هي الشبكة شبكة بيتي وكل يوم بفوت عليها، فجأة طلبني حط الباسورد، طلب مني حط الباسورد، بتصير هي كثير صح؟ لا تحطي الباسورد، عملي إلغاء، جربي فوتي مرة تانية على الشبكة رح تلاقي فتي على الشبكة. بس قد يكون أنا عم بنسخ الهوية تبع الشبكة تبعك لحتى أعرف الباسورد تبع الشبكة تبعك، أو لحتى أعمل شبكة كون وقفت الشبكة تبعت بيتك وعملت شبكة تشبه الشبكة تبع بيتك. أنا ببساطة أنا أعطيته الباسورد وعطيتك كل شيء، بيانات صارت عم تمر عن خلالي، أنا صرت الراوتر بدال الراوتر اللي عندك بالبيت. فبدي انتبه أي شيء مريب بيطلع لي ما لازم يطلع، فبدي انتبه. أنا فتحت دائما فاتح فيسبوك، ليش وقت فتحت الرابط طلب مني اليوزر نيم والباسورد أو الإيميل والباسورد؟ ممكن حط له الايميل والباسورد واعمل لوجين وتلاقي كمل لوجين، بس بهاي الحاله بكون انا عملت سند للايميل والباسورد للشخص اللي عمل هذا اللي بعت لي هذا الرابط وصارت كل بياناتي عنده، صار الاكونت تبعي او حسابي على الفيسبوك عنده. فبدي انتبه اي شيء مريب طلع لي فجاه اني انا اكون حذر منه. اي حدا اراقب هذول الشغلات والوعي، برجع بقول لك الوعي والثقافة أمن المعلومات هي اللي بتخليني محمي أو حامي حالي من الاختراقات أو من تسريب المعلومات. شكرا كثير عامر على كل المعلومات اللي أعطيتنا. شكرا.